شيخنا بس نوثق تاريخ اليوم الآن. تاريخ اليوم 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 السادس هذا اليوم هو السادس والعشرون من شهر الجماد الأولى لعام 41 و400 ألف اليوم حنش اليوم مش اليوم الثلاثاء ليلة الأربعاء في بيت شيخنا محمد أحيد عمر محمد أحيد مركب يا شيخ محمد أحيد هذا الاسم الأول وعمر اسم الوالد رحمه الله. إذا دخلت مع باب السلام عندك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وضعها لتراك الحقيقة وجزاهم الله خير لا يقصد إلا خيرا لكن أحيد وحيد وغيره ليست والد الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والحاشر والماحي ومحمد وأحمد لكن وضعوا اسماء من باب السلام إلى بعد المواجهة حوالي 100 اسم واسم وفي كل مربع اسماء أولها محمد وأحمد ثم حامد ومحمود ثم وحيد وأحيد وهكذا رؤوف ورحيم وكذا والآخر لكن المعروف فيها في موطأ مالك وفي البخاري. نعم جزاكم الله خير. أختم شيخ خير والله شيخ أنا أود يعني نصيحة تختم بها سواء كانت لنا أو لطلابك النصيحة التي عندما دخلنا ولم تسجل أنت ذكرت لنا شيخنا ذكرت لنا يعني عن مسألة إيش الخاتمة ما الخاتمة أذكر كأنك تكلمت الخاتمة أذكر أحد إخواننا الشيخ محمد الأمين بن محمد الخضر الشنقيطي هذا عمه زوجي السابق رحمه الله تعالى الله خير. يقول لم يبقى في هذه الدنيا يشغلني إلا حسن الخاتمة الإنسان يختم له بخير. والشيخ الحذيفي جزاه الله خيرا ذكر أكثر مرة فوق منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا بالآخرة. الحقيقة هو لم يذكر دليلا ولم يذكر هذا الحديث ومن خرجه لم يذكره لكن ذكر أكثر مرة. فأقول الإنسان دائما أدعو الله أقول اللهم أمثني تام الإيمان قاضيا ديوني مؤديا أماناتي مستغفرا من جميع ذنوبي محسنا الظن بربي. أنا سأقول لا يموتن أحدكم له يحسن الظن بربي. فهذا الذي ذكرته والنصيحة أن الإنسان يحاول أن يستقيم على الدين وأن يحاسب نفسه كل يوم ما الأوراد التي فعلتها، هل ذكرت الله 100 مرة، هل قلت لا يرضى أحد شريك 100 مرة، هل قلت سبحان الله بحمده 100 مرة. يحاسب نفسه حتى يتأكد أن كل يوم محسوب على الإنسان. صحيح. قال بعضهم إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الإنفاق في غير واجبي. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وما هي إلا ليلة ونهارها ويوم إلى يوم وشهر إلى شهر مطايا يقربنا الجديد من البلاء ويدرينا أشلاء الصحيح من القبر ويتركنا أزواج الغيور لغيره ويقسمنا ما يحوي الشحيح من الوفري. أهم شيء حمر الإنسان ويحاول أن يستغله فيه إن شاء الله. ونادر الله سبحانه وتعالى لا نكون ممن يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك حسن يا رب حسن يا رب يا رب في أعماركم على طاعتي يا رب. الله يجزاكم خير. جزاكم الله خير شيخنا على هذا اللقاء الجميل الجيد وأسأل الله أن ينفع بكم وبشروحكم شيخنا. جزاكم الله خير. ونسأل يعني نتمنى من طلبة العلم إن شاء الله بإذن الله أن يستفيدوا من شروحكم. وكما قلنا شيخ أحيد داخل لباب قباء رقم 5 الداخل يجده على اليسار. بارك الله. نعم هناك حلقة الشيخ وفي كلية الحرم كلية المعهد يجد الشيخ هناك يدرس النحو. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.